السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده يا رب. اليوم اخواتاتي غنشارك معكم الريب المنزلي مناسبه رمضان ان شاء الله، الله يخلي علينا وعليكم بالصحه والسلامه. نعودوا نحطوا الفطور ولا السحور، هي احسن حاجه السحور مع التميره تيجي زوينه بزاف. واخا المهم البنات انا غنوريكم القوام ديالو كيفاش يجي وغندوزو الطريقه ان شاء الله. انتم البنات راه تيجي رائع ما شاء الله، تيجي غزال البنات، رايب بدون سكر. هانتوما ما شاء الله رائعه البنات، بحال ديال المحلابات وحسن كاع شي حاجه اللي مصايبينها في الدار وعلى يدينا وتيتعلك يا البنات. غزال 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 ما شاء الله. وغنجيب لكم حتى الرايب بالسكر. المهم راه خاطر لي شميتي زوين. صافي البنات راه غزال ما شاء الله. هانتوما يا البنات رائع 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 رائع، رايب نعمل كلمة. ما عليكم غير تشجعوني خوتي بالبارطاج، الله يجازيكم بخير. شكرا للقدام وشكرا للجداد، بسم الله على بركة الله. ندوزو للطريقة كيفاش غنحطو، راه غيعجبكم البنات رائع ما شاء الله. نعمل كلمة، ما عليكم غير تشربو وبالصحة والراحة انتم ما شاء الله. البنات شوفوا كدير بنين 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 وزوين. بسم الله على بركة الله، ندوزو للطريقة البنات رائع مقولش ليكم. طوب بسم الله على بركة الله البنات، غنبداو ان شاء الله بالرايب اللي قلت لكم غنعطيكم الرايب منزلي، تيجي رائع البنات. عليكم غير تابعوا الخطوات ان شاء الله من البداية حتى النهاية وانتم غتشوفوا ان شاء الله. عندي هنا البنات يطرو تاع الحليب اللي غندير فيه جميلة، دايما تفعش ليا الكاميرا. صافي هنا البنات درت يطرة الحليب وغنديو فوق البوطة وغنبقاو حداه مقابلين. المهم نتوما معايا ان شاء الله. صافي البنات انا شفتو فوق النار وغنخليه حتى يغلى مزيان. هاد البنات هاد الرايب غتابعو معايا خطوة بخطوة، واللي ما تنجحش ليها الرايب غادي ينجح ليها هاد الرايب. البنات بزاف البنات قالوا لي ديري عطينا الرايب بدون سكر، رايب بلدي منزلي بحال زمان اللي كانوا تيديروا الحليب ديال البقر، كان تيروبوه وتيعطيهم الرايب بدون سكر. ها هو هذا ان شاء الله غنشاركو معاكم. مناسبه رمضان قريب على الابواب، ديروا السحور ديروا الفطور، مهم رائع. ما عليكم غير تبعوا الخطوات دقه دقه حتى تحصلوا على النتيجه ان شاء الله. نتيجة غتكون رائعة ما شاء الله. المهم غنخليه فوق البوطة حتى يجيب الفايضة وغنقص عليه ونخليه شي جوج دقائق ولا ثلاث دقائق هو تيتبخر، حتى إلا كان فيه الما مغيبقاش فيه. تعرفوا الحليب البقر طبيعة الحال غيجيب الفايضة وغطفيو عليه. توا غنشاركو معاكم، الراجل ديالي يجيبو ليا باش نشاركو معاكم إن شاء الله. هذا غير الحليب مشري غادي نخليه يتبخر شوية باش يتحيد منو كان فيه شي مالوش حاجة باش ميجيناش الراب جاري، ونخليه يتبخر كما قلت لكم نجيب الفايضه. المهم انا غنسرع الكاميرا ما غادي نقطع الفيديو، ما نخليه حتى تاخذوا الوصفه كامله على ام صفاء باش الوصفه حت ناجحه من القلب ديالي الخالص، وصفه ناجحه. وحاطه لكم الرايب وحاطه ناجح 100% دقه بدقه ان شاء الله حتى تشوفوا الوصفه ناجحه 100%. ما عليكم نتوما غير شجعوني ولي لايك وبارطاج وتعليق زوين باش القناه حتى هي تطلع وان شاء الله تكبر العائله. وشكرا للعائله ديالي القديمه والجديده ان شاء الله على الدعم ديالهم والمسانده ديالتهم، شكرا لكم بزاف وعواشر مبروكه. المهم هاد الرايبه البنات راه غزال ما نقولش لكم، واخا نعيا حتى نشكر لكم فيه، ما كرهتش نصايبو ونوصل لكم حتى للبيوت ديالكم حيت زوين 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 بزاف. تندورنا في رمضان ما تيخطانيش، الشهر الكريم الله يدخلو علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي، وباش ما تمنيتو يزيل عنا هاد الامراض ويزيل عنا الهموم وتكون حياتنا طبيعيه وتكون سليمه حنا وليداتنا والصحه والسلامه يا ربي. تنديرو في رمضان بحال هكا كناكلو كويسات الوليدات الجبيبنات مع تميرات، وبنادم كيتسبنو زوين ما نقولش لكم البنات غزال. ومع شويه المكسرات تاني تلحوهم معاه حتى هما مقطعين وصافي زوين 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 تبارك الله ما شاء الله. يصلي بنادم الوقت ديالو يشرب مايها وينعس مرتاح خفيف تبارك الله.
والله ما نقولش لكم مع جبيبين السلو والرايب والسلو ثاني حاجه اخرى ثاني زوين بزاف كاع. المهم تابعوا الفيديو ان شاء الله بحول الله. صافي البنات ها هو البنات تي تيغلق ها هو الشوه بدا تيغلق و تنحرك ما نهدوش من التحرك. البنات هاد المرحله راه بدا تيغلي الحليب راه تيبدا تيغلي ها هو شفتو قرب لكم الكاميرا باش تشوفوا ها هو شفتو هنا راه غادي نقص البوطه راه بدا تيغلي راه تنشوف فيه انا تيغلي واخ هنا غنقص البوطه باش ما يفيتش ليا ونخليها منقوسه بزاف كاع باش ما يفيتش ليا الحليب ديالي راه نقصته مزيان هو راه تيطبخ ها هو البنات راه تيغلى شفتو تيغلى ونخليه حتى هاد الكشكشه ما غنحيدش ليه البنات غنخليه يتبخر مزيان كما قلت لكم نحسبوا ليه واحد جوج دقائق ولا ثلاث دقائق صافي انا دابا خصني فيه في الليل البنات الليل هذا باش كلشي ناعس واحد ما غيمسو حتى واحد ما غيقرب ليه لا الوليدات لا حتى واحد بنهار تخليه في الكوزينه في المطبخ كيدوزو بقاو يقرقبوا وراك يقلبوا الوليدات يبغيو هذا يبغي هذا صافي دابا غنصيبو في الليل ونغطيه ونخليه حتى الصباح هانتوما شتو تبارك الله هو شتو راه تيغلي راه باين ليكم هانتوما هاد الكشكوشه هاد الكشكوشه راه هي دليل على الحليب راه ناجح هانتوما منحيده ما والو صافي راني خليته منحيتش المغيفه ديال العود ونبقى حداه باش ما يفيدش ليا هو راه مبغاتش يفيد دابا راه تيتبخ هنا البنات حيدته من فوق العافيه ها هو شتو وهنا عندي البنات كاس ديال دانون كاس ديال دانون تيوزن 20 510 115 كاس ديال دانون تيوزن 115 المهم غناخذ ليه جوج مغارفات الحليب نوريكم هاد دانون كريمي مسوس ها هو شتو ها هي شتو هي 115 هي باينة ليكم ها هي شتو هاد الدانون هذا كريمي زوين مسوس مسوس هو مسوس البنات المهم صافي غادي نخليه والحليب حيدتو من فوق النار وخليتو حتى تسهمت ماشي سخون خليتو حتى تسهمت شوية ماشي دافي ولكن شي شوية سخون شوية شو صبعنا شوية حرقنا ماشي بزاف صافي غنطربو مزيان بحال هكا ما يبقى فيه حتى حاجه والله الا البنات ساهل 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 صايبوه بعينيكم مغمضين هذا هو اللي غيخمر لينا الرايب هذا هو اللي غيخمر لينا الرايب حتى هنا غادي يخمر لينا الرايب انتوما صافي زوين شميتي شتو شو بنتي قالت لكم زوين شماتو قول لهم ديروا لي لايك ديروا لايك قول لهم ديروا لي لايك ديروا لايك 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 شكرا لكم قول لهم شكرا لكم يلا صافي هنا البنات غادي نغطيه بحال هكا خلي وغندير لي واحد المايطه المايطه تكون ديال الخبز تكون نقيه نفرش ليه من التحت ونغطيه ليله كامله والصباح هانتوما غتشوفوا من هنا غادي نديه نغطيه دابا نتوما مع اش غتقولي لما بنتي خواتي غداش غنديرو صوف قولولي صوف وديت الرايبي درت الرايبي سمعتوا البنات قالت لكم غدا الخواتات حنا غناكلو رايبي هو الرايب بلاتي ساره هنا البنات صافي غنغطيها بحال هكا شتوما هانتوما فرشت ليها هاد الصلايه زدت عليها هاد المانطا ومازال غنزيد مانطا اخرى بحال هكا بحال هكا نتلاقاو غدا ان شاء الله بحول الله وتشوفوه كيصبح كيصبح تبارك الله على مزينته يا البنات ايوا هادشي اللي كاين البنات نتمناكم تجربوه غنزيد مانطا اخرى كما قلت لكم ضروري غنزيد مانطا اخرى ونغطيه مزيان ونسد عليه الكوزنه ونتلاقاو في الصباح ان شاء الله البنات بسم الله على بركه الله الصباح هذا صباح الخير البنات وصباح الرباح صباح الياسمين صباح الورد صباح الشروق اليوم البنات هانتوما
هو صباح الحال. انا غنغطي لكم الرايب ديالي، غنعري الرايب ديالي السور اللي دايخه البنات، درتو بالليل. ها هو الصباح، ها هو الشتو البنات، ها هو الرايب ما شاء الله البنات. ها انتم ما شاء الله، نتمنىكم البنات تجربوا، راه تيجي غزال البنات. مناسبه رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو البنات. ما عليكم غير تبارطاجيو القناه ديالي وتخليو ليا لي لايك وكومونتير وجربوها البنات وقولوا ليا كيفاش جاكم. انا نتسنى الرد ديالكم ان شاء الله البنات اللي طلبوا الرايب. ايوا بالسلامه عليكم البنات، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ومن بعد جديد. غنجيب لكم وصفه اخرى ديال الرايب حتى هي، هذا رايب بدون سكر. الناس اللي عندهم ما تياكلوا السكر يديروا هذا الرايب، راه زوين وناجح 100%. المهم صافي غندخلو للثلاجة وناكلو انا وليداتي في الصحة والراحة، وانتوما ان شاء الله تنتوما نتمناكم تصايبو ويصدق ليكم بالصحة والراحة ان شاء الله مسبقا. وبالسلامة عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.